نحن كثير سعداء هذا الصباح انه نرحب بالزميل عبد الله البندر يلي ينضم الينا بالاستوديو اليوم. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور هادي وناسي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني خبرنا عبد الله كيف ولدت فكره التوجه للقيام برحله بحي المصوره؟ في يوم من الايام اقرا الاخبار as usual عن السعوديه فوجدت خبر تدشين مشروع وسط العواميه واللي دشنه صاحب سمو الملك الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير منطقه الشرقيه. فالصوره النمطيه اللي كانت موجوده عندنا عن حي المسوره انه حي مليء بالمشاكل، مليء بالجماعات الارهابيه سابقا تماما، وايضا البنيه التحتيه السيئه. الصور اللي شاهدتها من جمال هذا المشروع جعلتني اسعى بان اذهب إلى حي العوامية وأتواصل مع المسؤولين هناك لتغطية هذا المشروع الجميل. فذهبت إلى هذا المشروع ويعني مثل ما شفتوا في التقرير مشروع وسط العوامية، وكان فعلا الصورة النمطية اللي كانت موجودة تغيرت بشكل كبير فعلا. بشكل كبير. يعني يمكن أنت ذكرت شوي ماضي هذه المنطقة، ولكن بديك تخبرنا أكثر كيف كان حالها قديما واليوم إديه شهدت ولمست هذا التغيير خلال هذه الزيارة وشو تغير؟ فعلا تغيير كبير. مثل ما قلت لك الصورة النمطية اللي كانت موجودة، حي المسورة عبارة عن بيوت قديمة، بنية تحتية سيئة، استغلتها للأسف الجماعات الإرهابية لتجارة الأسلحة والمخدرات، وجعلت هذا المكان بؤرة لمخططاتهم الإرهابية. ولكن بعد ما تم يعني تدشين أو بناء مشروع وسط العوامية اختلفت أو اختلف الحي المسورة بشكل كبير جدا. خبرنا عن مشاهداتك، ما هي أبرز المعالم التي رأيتها في هذا الحي، وأيضا الناس يعني كيف تغيرت حياة الناس بعد تطبيق هذا المشروع؟ فعلا هل تم ترميم بعض المباني أو يعني إنشاء مباني جديدة من الأصل؟ مشروع وسط العوامية طبعا ينقسم إلى سوق شعبي كبير جدا عبارة عن 7 أسواق. هذه 7 أسواق فيها 49 محل، أيضا مركز ثقافي. جميل. المركز الثقافي عبارة عن 3 يعني مراكز، مركز يحمل الصور والفنون وغيرها، وأيضا الفناء، أماكن تتواجد فيها يعني الفنون الشعبية وغيرها من الأشياء، حديقة. لما تواجدت أنا فيه ذاك اليوم تفاجأت من كمية أهالي حي المسورة وقضاء وقت ممتع فيه. يعني فعلا المملكة العربية السعودية حاربت الإرهاب بالتنمية. جميل. وهذا الشيء يعني أبهر الجميع، وخلال أقل من ساعات شفنا المشاهدات كم على التقرير اللي يعني يمكن نحكي عن هذا الموضوع. تم رفع هذا التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسكاي نيوز عربية واللي بيتخطى عدد متابعين 20 مليون ربما. كيف كان التفاعل مع هذا يعني الفيديو؟ كيف وردود الفعل؟ ردود الفعل والتعليقات ربما كان جدا عالي، يعني مشاهدات أكثر من 250,000. التفاعل كبير جدا سواء من السعودية أو الخليج أو حتى الوطن العربي اللي كان عندهم صورة نمطية عن حي المسورة وكيف أصبح. يعني إحنا خلقنا في هذا التقرير روح المقارنة، كيف كان وكيف أصبح. جميل. وفعلا يعني كان شيء مبهر، وهذا المزج كمان بين الماضي ربما التراث والمستقبل. بما أنه أنت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وعندك كثير من المتابعين عبد الله، بدنا نحكي شوي معك عن أهمية نشر الأفكار الإيجابية البناءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها المباشر على الناس وعلى متابعين للأشخاص المؤثرين إيجابيا. يعني للأسف إحنا في الوطن العربي يوميا تابع أخبار محزنة أحيانا مبكية من شدتها، فبالتالي وما نركز على الأخبار الإيجابية. فبالتالي أنا منذ دخولي إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل عام أحاول جاهدا بأن أنقل صورة إيجابية سواء عن أي بلد خليجي أو عربي، لأن الآن اللي إحنا محتاجينه هو نقل صورة إيجابية عن دولنا، عن منطقتنا العربية. وهذا يعني من خلال قناة سكاي نيوز عربية ومن خلال برنامجكم الجميل
أدعو جميع صناع المحتوى، جميع الإعلاميين بنقل صورة صحيحة وهو فعلا موجود على أرض الواقع. طيب يعني تقرير رائع وكل ما تقوم به عن جد مختلف، شو الجاي من الأفكار اللي بدك تحضر لنا إياها؟ طبعا الجاي وإكسكلوزف لبرنامج الصباح الأخبار الحصرية ونانسي عنا. وهاني احنا ذهبنا إلى العلا، العلا منطقة جميلة يعني ذائعة الصيت، باتت يمكن عالميا اليوم حتى فعلا وجدنا ناس من أوروبا من أمريكا من جميع دول العالم متواجدين في العلا. عملنا تقرير، أنا عملت التقرير وبنفس الوقت متلهف أني أشوفه بعد المونتاج، هو حيعرض في الأيام القادمة وأيضا في تقرير بعده، ولكن ما راح أصرح فيه إن شاء الله الاستضافة الجاية إن شاء الله نصرح. أكيد يعني نحن دائما يعني فعلا عبد الله أنت تخلينا نتحمس نضب الشنطة ونطلع سياحة على المملكة العربية السعودية. بدنا نشكرك حقيقة على هالمقابلة الجميلة. شكرا جزيلا. شكرا ناسي. شكرا هاني.